بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليك نتوكل، ومنه دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح يا رب العالمين. إذن متابعينا الكرام، تتواصل تحدياتنا وانطلاقاتنا على أرضية ميدان الشحانية في تحدياتي وانطلاقاتي سن الحجائج في انطلاقاتي وتحديات هذا اليوم الجميل. على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط 16 الخاص للحقائق الأبكار، والمسافة هي 4 كيلومترات. على بركة الله نسير إلى مقدمة الشوط. من يتقدم مع المركز الأول؟ تتقدم العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، والمضمر سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا العنود. هناك مع المركز الأول من تتقدم سبا لهجنة الشحانية، يتقدم المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا سبا. المركز الثاني تتقدم العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني، بينما المركز الثالث وصل الصملة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن برقان المقارح، بينما المركز الرابع تتقدم هنالك يتقدم متاهة لهجنة الشحانية، يتقدم المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الخامس الاسم القادم مع المركز الخامس تتقدم طموح لسعادة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن سعود الثاني، المضمر ناصر بن حمد الشهواني الهاجري. هكذا النداء الأول أذعناها على مسامعكم، ومن هنا تحول ونتجول إلى المركز الأول. الله 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 يا سبا، تتقدم بهذا الشعار العملاق، تتقدم بهذا الشعار الذي اعتاد على الرموز لهجنة الشحانية. يتقدم المشاغب محمد بن خالد العطية، بينما المركز الثاني وصلت وتقدمت أسرار لهجنة الشحانية. يتقدم الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث وصلت العنود لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، المضمر سعيد بن راشد الزعبي. رابع المراكز تتقدم صملة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن برقان المقارح، بينما المركز الخامس وصلت وتقدمت هنالك متاهة لهجنة الشحانية، يتقدم المشاغب محمد بن خالد العطية. ولكن أعود إلى سبا، أعود إلى سبا. الكيلو الأخير، الكيلو المرير، هنا سبا ما شاء الله تبارك الرحمن لهجنة الشحانية. المشاغب محمد بن خالد العطية، بو خالد ما زال يتحكم مع الصدارة، ولكن وصل هنا الشبل مع المركز الثاني مع أسرار لهجنة الشحانية. جابر بن سالم بن فران المري، والاسم القادم صملة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن برقان المقارح. ولكن سبا ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانتفاع، على هذا الإقلاع. الله الله الله، والعصا في الأبطان. الله يا سبا، هذا الشعار الذي لا يعرف إلا الإنجازات لهجنة الشحانية. المشاغب محمد بن خالد العطية، ولا شاء الله المركز الثاني، ولكن سبا تحقق الناموس، تحقق الإنجاز، تحقق هذا الفوز لهذه المؤسسة، مؤسسة هجنة الشحانية. سلام يا لدعم، سلام على هذا الاندفاع، تهانينا لهجنة الشحانية وإلى المشاغب محمد بن خالد العطية. المركز الثاني
هنا الوصول مع المركز الثاني، هنا صمله لسعد الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني المركز الثاني، اسرار الهجنه الشحانيه المركز الرابع، هنا العنود لسعد الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني المركز الخامس، هنالك متاهه لهجنه شحانيه. اذا نعود ونهني مالكي سبا لهجنه شحانيه والى المشاغب محمد بن خالد العطيه والتوقيت الزمني. اذا لحظات الوصول واعاده الى التوقيت الزمني الى سبا لهجنه شحانيه والى المشاغب محمد بن خالد العطيه. 5:55 و9 أجزاء من الثانيه، تهانينا والناموس المركز الثاني. وصلت هنا صمله لسعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والى المضمر محمد بن برقان المقارع. التوقيت الزمني 6:33 و8 أجزاء من الثانيه. المركز الثالث، وصلت هنالك اسرار لهجنه الشحانيه والى المضمر جابر بن سالم بن فاران. التوقيت الزمني 6:04 وجزءا واحدا من الثانيه. اذا نعود ونهني كل الفائزين الذين